السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاصم فوزي من شركة تيسير يحييكم، والنهاردة معادنا مع عرض جديد من عروض شركة التيسير لخدمات اللابتوب والأجهزة اللوحية. النهاردة معادنا مع لابتوب استيراد أوروبي اتش بي إليت بوك 745 جي 3، محبوب الجماهير ومن أكثر الأجهزة مبيعا خلال السنتين اللي فاتوا. ليه من أكثر الأجهزة مبيعا؟ لأنه بيتميز بشوية مميزات مش هتلاقيها أو قلما ما تلاقيها في جهاز تاني. إيه هي المميزات دي؟ أول حاجة الجهاز وزنه خفيف جدا، الجهاز من وزنه ما بيتعداش الكيلو ونص في أكبر تقديراته. الجهاز مع وزنه الخفيف ده مميزاته عالية جدا، البروسيسور AMD A10 من الجيل الثامن، A10 من الجيل الثامن، بيشيل هاردين، هارد SSD M.2 من أسرع أنواع الهاردات، وبيشيل رامات لغايه 16 جيجا، وبيشيل هارد اتش دي دي. الجهاز فيه كاميرا واي فاي وبلوتوث وفينجر برينت. الجهاز بطاريه ماضيه بتعدي ساعتين مستريح. ايه تاني من مميزاته؟ طبعا فيه بقى كل الوصلات، الديسبلاي بورت والفيجا واليو اس بي 3 وكل ما تتخيله. يعني الجهاز لو انت شغال شغل جرافيك هيبقى الجهاز اداؤه ممتاز معاك، وفي نفس الوقت السعر معتدل جدا 5250 جنيه. هنقول تاني المواصفات، البروسيسور AMD A10 من الجيل الثامن، الرامات 8 جيجا دي دي ار 3 بيرفع لغايه 16 جيجا، كارت الشاشه AMD R6 512 بيرفع لغايه 8 جيجا. الجهاز بيشيل هاردين، احنا منزلينه بهارد 500 وممكن تحط له هارد 128 اس اس دي ام دي 2 او تضيف له 256 او 512 زي ما تحب يعني. شاشة 14 بوصة اتش دي من شاشات السليم الليد. الجهاز في افضل حالاته استيراد اوروبي فرز اول، احنا عارضينه ب 5250 جنيه فقط، 5250 جنيه فقط. لو عجبك العرض ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لو لسه ما اشتركتش في القناة اعمل سبسكرايب للقناة يجي لك كل جديد. لو عايز تتفرج على باقي عروضنا ادخل على موقع التيسير دوت كوم، لو عايز تكلمنا هتلاقي تليفوناتنا في الوصف اسفل الفيديو، لو عايز عنواننا ومواعيد شغلنا هتلاقيها برضو في الوصف اسفل الفيديو. كان معكم عاصم فوزي، والسلام عليكم ورحمة الله.